السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. نشارك معكم حشوة بالدجاج خطيرة في المذاق وكتعطينا كمية كثيرة، وبغيت نشكركم جزيل الشكر على تعليقاتكم ولايكاتكم والبارتاج الفيديوهات ديالي ورسائلكم الكثيرة في الانستغرام. بسم الله على بركة الله، المكونات عندي 900 غرام من صدر الدجاج كيكون مغسول مزيان سابقا، ملعقة غير مملوءة من الخرقوم عود، ملعقة كبيرة من العطرية ديال الحوت ممكن تحضروها في البيت أو كتاخدوها جاهزة، ملعقة صغيرة مملوءة من سكينجبير، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود اللي هو الإبزار، ملعقة صغيرة من بودرة الثوم ممكن تعوضها بفصوص الثوم محكوكين، ملعقة صغيرة من الهريسة، معدنوس مغسول مقطع، بصلة كبيرة مقطعة شرائح أو جوانح، ملح بحسب الذوق، ما تكتروش الملح لان غادي ندير لي صوص. عندي صلصه المحار وصلصه الصوجه، ممكن تستغناو عليهم كما ممكن انكم ديروهم. ملعقه كبيره من كل مكون كيعطينا مذاق رائع جدا للحشوه. كنضيف الماء الكافي، ما تكتروش الماء، غير شويه اللي غادي يغطي لنا الدجاج، وكنسد عليه مدة ديال 25 دقيقة. غادي يطيب الدجاج، راه بسرعة كيطيب، شوفوا ما شاء الله كتجي واحد المريقة اللي لذيذة بزاف. غادي نحيد القطع ديال الدجاج ونحط طنجرة فوق النار، شوفوا ما شاء الله كتدغمر ديك المريقة اللي بقات. كنكون مرطبة سابقا 50 غرام ديال الفطر الأسود، رطبوه في الماء واحد نصف ساعة ولا ساعة، لأن كيكون فيه التراب والحجر ضروري تغسلوه مزيان وتحطوه في الطحانة. كنضيف هنايا نصف حامضة مصيرة مقطعة قطع صغيرة، ممكن تحنوها مع الفطر الأسود. كنضيف هنا زيت الزيتون، كما لاحظتوا راه ما درتش الزيت في الأول، كنضيفو في هذه المرحله هذه مقدار 4 ملاعق كبيره زيت الزيتون، ممكن تعوضوه بالزبده بطبيعه الحال. كتشحروا الفطر حتى كتسمعوه بدا كيطرطق، عاد كتضيفوا الشعريه الصينيه اللي كتكون مرطبه في الماء، ممكن غير الماء بارد فقط واحد المده. من بعد كتقطع، انا ضفت جوج مكعبات ديال الشعريه ديال الروز، هي اللي رطبت في الماء بارد وقطعتها. بعد ما برد الدجاج تماما كنقطعوا القطع صغيره غير بواسطه اليدين فقط، كنتخلصوا من العظيمات اللي كيكونوا، وكنضيفوا على الحشوه. النار راها شاعله متوسطه، وكنحرك كلشي مزيان، كندوق الا خاصني الحار الا الملحه الا خاصني شي حاجه كنضيفها، وفي المرحله الاخيره كنضيف المعدنوس مقطع ونخلط كلشي مزيان. وهالحشوه ديالنا واجده سهله ماهله ولذيذه. ها هي بعد ما بردات درتها في اناء، وكنضيف لها الفرماج محكوك، من الافضل ضيفوا الفرماج احمر كيجي في المذاق ديالها زوين بزاف. مباشره خديت هنايا تقريبا 800 غرام ديال الورقات البسطيله، كما لاحظتوا انا استعملتها كبيره. غادي نقسمها من نصفين، كتقلبوها باش تجيبوا العبار هو هذاك في النصف، وغادي نقسمها بواسطه مقص. انا كندير البريوات كبار المالحين لاني ما كنقليهمش، كنديرهم في الفران. كنتو غادي تقليهم كتقطعوا الشرائح ديال الورقه باندات اللي يكونوا صغار، ديما الجهه الحرشه هي اللي كتكون الفوق والملسه هي اللي كتكون لتحت. الورقه جديده مدهونه بالزيت، في حاله كانت ناشفه كدهنوها بالزيت. من الافضل تكونوا دايرين الزيت من السم، كتاخذوا زيت نباتيه كترطبوه في شويه ديال فلفله حمراء حلوه ولا هريسه ولا العطريه الحوت وشويه الملحه وبودره الثوم، كيجي من السم كيطلق الزيت، كطلق فيه هذيك المكونات كامله، ومن بعد كيتصفى وكتخدموا به كدهنوا به الورقه. كما قلت لكم الورقه عندي جديده مدهونه بالزيت، ما دهنتهاش نهائيا. طريقه اللف ها هي واضحه، شوفوا ما شاء الله كيجيو زوينين شكل واحد. كنكمل بنفس الطريقه، ديما الحشوه تكون بارده الا بغيتي ديروها في الورقه ديال البسطيله. كنوضع واحد القياس اللي كيكون مناسب لكميه الورقه اللي غادي نستعمل. كنأكد ان البريوات انا كنطيبهم في الفران، كنديرهم من الحجم الكبير، كنتو غادي تقليوهم كديرهم من الحجم الصغير، يعني ديك الورقه كتقسموها على 5 ولا 6 الاشرطه، كيكونوا هكا طوال بحال شكل بريوات اللوز ولا كاوكاو. صافي، هذه هي طريقه اللف، راها سهله، نوريها لكم هنا عن قرب. كطويو الطرف ديال الورقه على الحشوه، كتخليو واحد الشريط شويه ما فيهش الحشو وهو اللي كتلفو باش كيعطيكم شكل مثلث. ديما الفائض كنقطعو، ما كنحتاجش انني ندخلو لانه ما كيتحلوش في الفران نهائيا، غير ما تزيروش يديكم. هذا هو الشكل ديالهم. بالنسبه للناس اللي غادي يقليو ممكن دهنوهم ببياض البيض باش كتسدو، او ممكن دهنوهم
واخا دخلوهم من الفران كدهنهم شويه البياض البيض، انا ما كندهنهمش لانهم ما كيتحلوش نهائيا، غير وريتكم هنا ووضحت لكم الصوره كامله. هذا هو الزيت اللي قصدت لكم، كديروا فيه الهريسه ولا التحميره ولا عطريه الحوت، شويه الملحه، شويه ديال بودره الثوم، من بعد كتصفيه وكيكون منسم وكيعطينا لوين زوين. كندهنهم هكا، ممكن بهذه الطريقه تحتفظوا بهم، انا غنشرح لكم كل شيء التفاصيل. بالنسبه للسيجار، خديت هذيك النصف ديال ورقه البسطيله قسمتها على نصف حتى هي، كنحصلوا على مثلثات، كندير الحشوه وكنلف بهذه الطريقه هذه. اسفل الشريط كندهنوا بشويه بياض البيض غير باش كيلصق، لان مازال غادي بانيهم في البيض وفي لاشابليغ. غير حاولت نعطيكم جوج اقتراحات باش اللي بغيتوه كديروا، سواء بريوات سيجار بسيطلات كما بغيتو. هنا بعد ما كملت السيجار ديالي كيجي قياس واحد شكل واحد، انا غادي ندوزو في البيض وغنديرو في لاشابليغ اللي درت ليه شويه ديال بافو شويه ديال الزنجلان بيض. هذا هو لاشابليغ اللي غادي نستعمل، خبز محمص هو هذا اللي غادي نستعمل في الوصفه. اللي ما بغاش يدير هذه الطريقه كدهنوهم غير بالزيت وكطيبوهم بحال البريوات، ماشي ضروري ديرهم في البيض وفي لاشابليغ، يعني من باب التغيير. كندوزو هكا في بيضه كامله خفقتها، كندهن الجوانب، حاولوا ما تهزش لكم كميه كثيره ديال البيض، يعني غتستعينوا بشوكه كتسوسوا الفائض ديال البيض وكدوزوها مباشره. كنأكد انا لاشابليغ كتنسمو باش ما بغيتو، انا ضفت لي شويه ديال بافو شويه ديال زنجلان ابيض. طريقه الاحتفاظ، كديروا بلاطو كتفرشوا فيه الفيلم اليمونتير وتحطوا طبقه ديال البريوات وتغطيو عليها بالفيلم اليمونتير وتغطيوها ايضا بالفيلم اليمونتير، تدخلوها للمجمد حتى كتماسك تماما. هنا راه جمدتهم. نفس الشيء السيجار، فرشت ليه الفيلم اليمونتير وحطيت السيجار وغطيته، كتخليهم في المجمد واحد ساعه ولا جوج ساعات ولا حتى اكثر حتى كيجمدوا تماما كيتماسكوا. هذه هي طريقه الاحتفاظ. وكما ممكن ايضا كتطيبهم نص طياب وتخليهم حتى يبردوا تماما، ما تبقاش فيهم الحراره نهائيا، وكتحتفظوا بهم. ونفس الطريقه لا هادي ولا هادي، كتخرجوهم وهما مجمدين ديريكت للفران او للقليل. هنا هاد السيجار وريتكم الا بغيتو تحتفظوا في هاد الاكياس المخصصه للمجمد، كتحطوا الكميه اللي بغيتو لانهم مجمدين ما كيلصقوش نهائيا، كتخرجوا الهواء من الكيس وكديروهم للفران كما قلت لكم وهما مجمدين، ولا سواء كتقليوهم، انا ما كنقليش نهائيا هاد المملحات. هنا دخلتهم للفران، كما لاحظتوا معايا البريوات راه دهنتهم بهذاك الزيت المنسم، ونفس الشيء رشيت بالبخاخ على السيجار، رشيته بالزيت هذاك المنسم اللي قلت لكم بالحار ولا بالتحميره ولا توابل السمك ولا شويه الملحه ولا الهريسه، المهم كتنسمو داك الزيت وكندخلهم الفران، كيجيو رائعين كما سمعتوا القرمشه ديال البريوات. السيجار نفس الشيء، البريوات زينتهم بشويه الفرماج والمعدنوس، وبالصحه والراحه ان شاء الله تجربوهم. خليت لكم الراحه، في امان الله.